Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. سلام، كيف حالكم؟ شلونكم؟ طيبين ومبسوطين؟ ما اعرف، للامانه جدا متحمس اليوم، مبسوط على اخر شيء. الله يعطيكم العافيه ويسعدكم، خاصه دعمكم خرافي. بس ودي للامانه اشوف لايكات كذا، يعني 10,000 لايك اقل شيء ابغى اشوف في القناه من اليوم. لا نكثر كلام، عندنا اخبار اليوم جدا حماسيه للعبه Red Dead Redemption، والاهم من هذا كله تعودوا كل يوم سبت او احد تقريبا حتكون في اخبار خاصه بلعبه Red Dead Redemption الى ما تنزل اللعبه. وللامانه متوقع انه خلال الويكند هذا ممكن يكون في شيء للعبه Red Dead Redemption، فاتوقع اني حنزل لكم التختيم بدري شويه، ولو ما نزل الاسبوع ده حينزل لكم الاسبوع الجاي، بس في الغالب حيكون لمده ساعه او ممكن مقطعين نص ساعه ونص ساعه ممكن. فاكرين الاسبوع اللي راح اتكلمت انا عن اخر الاخبار تقريبا، وذكرت انه الى الان ما كنا، يعني وقتها اقصد الى ذاك اليوم، انه ما نعرف ايش التصنيف العمري للعبه Red Dead Redemption، فلا تستعجلوا على المنع او الفسح. وفعلا على طول بعدها بكم ساعه اصلا طلعت صور جديده للاعلان، طبعا اللي حاطينه وحتشوفون المهم قدامكم حاطين فيه اللي هو فوق 18 سنه، مع العلم ترى مو هذا خلينا نقول اعلى تقييم، في تقييم او خلينا نقول فئه عمريه اعلى من كذا، فبسيب السؤال لكم تكتبوا لي تحت في قسم التعليقات. فنقدر نقول الوضع ممكن مطمن الى حد ما، اذا كانت فوق 18 سنه ممكن تنزل عندنا، الله اعلم. بس على العموم الى الان ما في اي شيء، ولو اني قاعد نسوي تحريات في الفتره الاخيره، فان شاء الله تزبط معي الموضوع، حوافيكم بالاخبار اول باول. يعني من النهايه عرف من اللي ورا الموضوع حق روكستار عندنا هنا في الشرق الاوسط، فعليا دايركت متعامل معاهم. سيبونا ذحين من التقييم العمري والكلام هذا، بس حاب اذكر انه اللعبه حتنزل يوم 26/10/2018، فان شاء الله صبركم اللي من 2015 تقريبا اللي معايا في القناه حينتهي ان شاء الله قريب. اللي خلاني اذكر هذا المعلومه لانه اسئله كثير دائما بتنحط متى حتنزل اللعبه. صور جديده اتسربت، وهذه المره تعاون ما بين روكستار ومتاجر جيم ستوب. وحسب ما انتم شايفين في الصوره، طبعا اللي ساير انه بكل بساطه روكستار حجزت في ولايه انديانا الامريكيه قاعات كبيره جدا، حضروها بعض الاعلاميين واغلب موظفين تقريبا جيم سبوت، لانه في صور كثير تسربت، يمكن بعضها حتشوفوها وانا قاعد اتكلم، ممكن بعضها ما راح تشوفوها، بس المهم انه انتشرت الصور بشكل جدا كبير. ما تكلموا على التفاصيل اللي صارت، لكن احد اللي سربوا الصور هذه وشفت انا حسابه حتى في الانستغرام، ما عنده متابعين تقريبا، ما ادري للامانه مين هو، بس المهم مو بس لحاله، في صور كثيره تسربت ثاني من اشخاص ثانيين، بس على العموم على حد وصفه يقول اللي احنا شفناه يعني بدون مبالغه وبدون مجامله يمكن افضل لعبه شافها على مستوى العالم او في التاريخ. وهذه طبعا واحده من الوعود اللي وعدونا فيها استديوهات، فيها استديوهات تيك تو، او خلينا نقول رئيس تيك تو قال الشيء اللي حتشوفوه حيغير مفهوم العالم المفتوح بشكل عام، روكستار في النهايه. ايش عرضوا تتوقعوا في المؤتمر هذا؟ للامانه ما في شيء واضح، بس بيقولوا انه قاعد واحد من الناس اللي قاعدين يقدموا البرزنتيشن، للامانه انا ماني عارف من هو اللي قاعد يقدم الشخص هذا الاصلع اللي قدامكم، بس على العموم كل اللي نعرفه انه ممكن حاجتين استعرضوها، شيء للاونلاين وممكن شيء من القصه، وفي الغالب اتوقع ممكن شيء من القصه، بس على العموم كالعاده موقعين على اوراق او اللي يسمونها NDA على اساس انه ما يتكلموا ويسربوا شيء من اللعبه. ومع هذا في عالم ما شاء الله عليها صورت ونزلت قيدها في النت، صعب في النهايه موظفين على عدد جدا كبير، ما في احد بيقدر يمسك نفسه، خاصه تتكلم عن لعبه زي لعبه Red Dead Redemption. فما ادري، ممكن استعرضوا شيء من القصه او جزء بسيط من القصه، ما اعرف، بس على العموم هذا هو الخبر اللي موجود حاليا على الغرفه السريه او المكان السري اللي اخذته روكستار بالتعاون مع جيم ستوب. طبعا من يوم ما نزلت الصور حق التعاون ما بين روكستار وجيم ستوب، بعدها على طول نزلت لنا او نزلوا خبر انه حيبدوا يبيعوا اللي هي اغراض خاصه بلعبه Red Dead Redemption، ومن ضمن الاغراض حتشوفونها قدامكم شيء زي الديناميت وشيء زي الولاعه وفتاحه اللي هي اللي تفتح بها علب البيبسي او العلب الحديد، المهم اشياء جدا كثير حطوها موفرينها للعبه Red Dead Redemption كاشياء تقدر تشتريها او مقتنيات، خلينا نقول ماوس باد وغيره من الاشياء هذه اللي حتشوفونها قدامكم. بس الاهم من هذا كله انه لو فكرت تاخذها كلها زي يعني مثلا حتكلفك تقريبا حدود 900
دولار، ما اعرف للامانه كم بتطلع بالريال السعودي، اتوقع حدود ال 2000 وشيء تقريبا. على العموم احسبوا لنا اياه وشوفوا كم حتطلع معاكم، خلينا نشوف كم حتطلع لو انك فكرت تشتري الاغراض هذه كلها. فالموضوع يمكن مو مهم للاغلب، بس واضح انه روك ستار بدات تسوق فعليا للعبه ريد ديد ريدمشن بشكل كل شويه طلعت لنا بموال جديد. فاتوقع انه خلال هذا الاسبوع ان شاء الله حنسمع شيء جديد او التريلر الثاني، لانه خلاص دخلنا تقريبا شهر سبتمبر اللعبة حتنزل فعليا على الشهر الجاي اللي هو 10 عمر. وبكذا يكون انتهينا من مقطعنا اليوم الاسبوعي. للامانه ما اعرف ايش اسمي السلسله هذه، اعطوها انتم اسم وخلينا نشوف افضل واحد بيعطينا اسم كذا ممتاز نحطه ممكن في المقطع الجاي التصويت، وتختاروا انتم منه الاسم ونسمي فيه السلسله هذه اللي حتكون في الاسبوع مره. وعندنا كمان تختيم لعبه ريد ديد ريدمشن اللي حيكون في الغالب في الويكند، وممكن الاسبوع هذا يصير حاله استثنائيه. على العموم يعطيكم العافيه على المتابعه، شكرا شكرا لكم من القلب على الدعم. ونقطه اخيره حاب اذكرها بس قبل لا اختم، اذا حاب انك تشوف اخبار ريد ريدمشن اول باول بدون ما انك تقعد تنتظر المقطع وتنتظر احمد يقعد يتفلسف ويتكلم، شيك موقعنا في جي اف ريت، حطينا ايقونه كامله تحصلوها فوق خاصه بلعبه ريد ريدمشن زي مو في لجي تي اي في نفس الوقت. فمحبي روك ستار دائما مكانكم الافضل، واللي غطوا لكم استديوهات روك ستار بشكل جدا عميق وكامل في جي اي فور اي. نشوفكم ان شاء الله في مقطع جدا قريب. سلام.